لا لا لسه ما طلعتش. قد لمعت عيناه بالعزم انتفضت يمنا. السلام ملك يا حارس. بعيد وشك بعيد. على عرض السكع حطه في حاله ولا شوي صغيرة اقطع بالصبح. Thank you.
احنا ما لعبناش الشوط الاول، ما لعبناش اكثر من 40 دقيقه، بلشنا بجوز بعد العشرة. اه بلشنا متاخرين احنا. راحت في الجول، راحت في الجول، حطها في الجول يا رياض، حطها في الجول يا رياض، حطها في الجول. ضاعت الكورة. سيد حمود حنيفة، حنيفة حمود حمود جود 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 جود. يا سلام الله. اوه 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 نقوش ها 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 عن عرض السكعة. Thank you.
بعدين مالكم يا شباب صفور يا سلام هذا الجول على التيك توك هذا الجول على التيك توك اوعك جاء صبوح لعب يا سوكي صور صور وقف ورد رجع احسن ماشي عشان برضه يساعد في شو اسمه خلينا ثلاثات اربعات أعتقد أن ريال مدريد كان فيها موقف صعب جدا أمام قادش ولكن النصر أتى لمصلحة قادش ما أضحكنا نحمل ونطلع يلا ارجع بسنين جوا ارجع ارجع واحد ايوه Thank you.
هسه وتصور خليه زياد شوي موت موت ايمن ايمن تحمصيش هلا 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 على صوت الضخمين يعني زي شعاطر يعني ها سبي بيجي خلص فيه خطوه انا خلص بلا ها من عنده في معك كل الطابات عند واحد يا يا سلام 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 يا سل
الله 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 خرش خرش كان صافي يعني ركز خرش 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 استاذي محمود ايش هذا شو اسمه شو معي ايش هذا في اسمه استاذي يوسف مش عارف ما قلتليش كتب يشوفه ما قلتليش انت يا رب كتب كله هو بيشوف بيطلع بيشوف مو بس مساجد عندنا وليد بيطلع بيشوف مش راكبات خلاص بيطلع حجها فكل رجع غيره اليوم ابو الحكم جابني لو دانا يخاف في بلد ابو الحكم زمان ودي ايمن كورك ايمن ايمن يعني يجيب براءة في لحاله يعني كنت عارف كثير فبعرف من اول من زمان بديته بيتي ما يبغى اعرف كلبوني رحت له المعرض اللي عند البلديه بتعرفه ارجع ارجع والله صوريات هو يشوف النصيب والله نصيب الحمد لله شو انت نازل تجيبون والله صحيح شو بدك اي يوم كل يوم قاسم فوت زي ما صلينا هل مين انت؟ لا اصدق ولا مفوق هل محمود؟ لا اظن زمان يا فوق يلا مين بدي بدل لا يا بدر الصباح من دي ريح صور جميع حمود اصورش انا صور راسك يا بستي
في تلفون دريان ولك الله الطابة بتسبكك الطابة بتسبكك في الشوط هل هاش تسبكها عبد حمود ولك شوت يا يوسف شوت يلا حبيبي شوت تمام شو الاخبار شنو؟ عبر ثاني؟ ولا عبر جهاد؟ شو حمود بيه يلا حس بعضك يا جهاد في العارضة يا راجل محمود
ما تحط لك حلوة لعيبة بالعمر كذب كذب اوه الاخر ديال الكون ديال الكون ليه مش شاي الحديد هو من الحديد انا حذيفة وانا بأمير وهنا الشيخ يوسف بلعب نار كيف اللعب يوسف؟ نار الحمد الله العظيم هات هاللفة تكون هالع الجبال المتجلد الجبال المتجلد في عرسال هاي بيدلف قاعد كان مهما الشاطة في الجول هاف شوت اهدى بالك لا بالصوف مش قادر الصوف هسه شو كشو الرعرة الله حلو الله غير كزوع بتلاقيه اللي عندي اخو الحمد لله والله منيح هذا احمد الحارس اوكي يلعب معهم مباراه بتلاقيه هذا نيويورك مباراه مش عارف مسك الطابه كان لعب في دوري مره مع 10 والله العظيم ارجع سوكي كيف كان مشجع المباراه طفان السوكي ما السوكي والله طفان والله كيف مشجع وكد ايه جاء حروق يا عمي بنقص الخبره يا عمي شو اسمه فهمون مش غياب التل اللي بيعرف ايش يلعب فهموه هذا لا مش انه مش يلعب بيعرف بس لعب كثير يعني اسلوبه في اللعب شوي ولا بيعرف مش يلعب مرات هو انا بي بتنح شغلات مر يعني مش عارف يجيب ولا جول عارف تستفيد الهدوم لا تهاجم ارجع لورا خلاص الواحد خلي بهاي يهجم خلي مهند يهجم خلي حدا يهجم طلع انظر على فوق يجيب شغل جول ستر الله موجود الله غطاك بلطفه ورحمته اهداها اه مهند شاتها جنب العارض مبينه ان شاء الله نخلص صبح المباراه هاي شوف جزربك الزربك هسه شيء هسه ها استهنا ويلو اجت قعر كان قعر على الستور عندي سام على التيك توك كمان يا محمود هاي هيك تلعب باصات بالحارة هذا عطيش للستور ما يضبطها والله كله في شيء حسن زي المال الحرام في جرسك اقسم بالله كله في شيء برشي ولا في شيء لم يا جهاد لم اه يا جهاد اه تعبت يلا تعال خذ راحتك مش مشكله بس بس يزيد السواد انا
شرطة بالعام. الحمد لله. الأعداد وحدات مش والله محس في دي انا لا بديش خد بالكاد انا خلاص مش عارف شو فيه نوك سكر شو كوريك وش صار بدك تجي الله يبارك فيك وين نجي عندك لا من لما لا شو مش بتقول فيلم حمل الجيب حمل الشباب جيب الديسكو نجي تقلقش حضرت انت الفيديو كلخاني يلا بس في الشقوان فابيا سكودا 2013 مبروك بارسي مش انا شايف على هسه شكله امبارح لسه امبارح جبتها لسه الله يبارك فيك يا رب يرضى عليك توفيق الكواريك من عندكم توفيق تعرف هو اسمه المرق شو قصدك توفيق الثاني في مهمة ثلاث ولاد عمهم الله يخزيك اكفى لا عاد نشوفون لعيبة كرة قدم لين انتحروا ما هو ما اليوم مية والله مش هيش اللعب اسمع ما انزحش والله ما شايف منيح في زي هيك الحديد يا عم الحديد مالك؟ والله مصد هذا حارسنا هاي البيضة اللي جايبها إلى خليت صفوز ليه ورمية صفيتها؟ اني بيضة البيضة اللي تحتها لعبها بالنادي الصيد الثاني ها على اليمين حطتها كنت صفت واحد مبتدئ لا صف بالعكس صفتها ممتازه والله انا بدي كل لاعب على النمره من وراه ليه صفتها منيحه جاهل تمات لا عاديه لوك ليه صفتها منيحه والله شفتها وانا قبل ما اطلع سمعت القرار اليوم شو الاسرى مالها؟ زمان هذا كيف هسه بصير معهم؟ اللي معهم اللي هذا اللي دائم فرغ في الاجهزه الامنيه شو بيعملوا فيهم هم؟ يلعبوا عليهم هم بعديها يفرغوهم في الاجهزه الامنيه بعديها بخليهم يلعب في الاجهزه الامنيه سنه سنتين ما يداوموش بعدين كل الاسرى يلا اللي بيقدر يداوم يداوم يداومون في المخابرات والوقائع والاجهزه زي هيك يعني سنين. فوق خمس اما الثانيين اللي زي هيك بجوز يحطوا لهم يعملوا لهم بنك خاص المفتاح مالك انت؟ ده العدد واحد لهم سيارة مين؟
تفتحها انت يلا شوي بس الله